السلام عليكم متابعين قناتنا وطن الزائر، مرحبا بكم في فيديو جديد بمدينه البروج. كتواجدوا في السوق ديال البروج دابا سيدي، نشوفوا انواع الثمينه ديال السيارات المستعمله في البروج والموديلات. وما تنساوش ديروا لنا لايك، ابونوا معنا القناه باش يوصلكم ديما الجديد. الناس بارطاجيو معنا الفيديو، الخوتني بارطاجيو في الواتساب فيسبوك. الناس اللي ما عارفين السوق البروج ندير لكم اشاره السوق البروج. عندنا كاشكاي 2018، هادي دوزيام ضربة كيلومتراج 50,000، كيطلب فيها مولا 19.5، كيطلب فيها مولا 19.5. نشوف السيارة كبيرة هادي العامرة، عليك الله الفروع عامر. اللي بغا غادي نخليو ليكم رقم الهاتف اسفل الفيديو صاحب السيارة. شوفوا هذا بيع الشغي مدخل بوكسات، هذه العامرة جي تي دي اللي فيها طوا او بون وباطاكي 9 اوتوماتيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حق طرف هاد السيدي في هاد الطوموبيل هادي، الثمن ديالها 27 مليون. شنو الموديل اسيدي هادي؟ 2016. وشنو الديوانة؟ 2019. 2019 شحال هو الكيلومتراج تقريبا؟ 130. 130. نلاحظو السيارة نقية بونيطة، فيها جوانطا ديال 19، الصباغة الأولى عمارة جي تي دي، فيها بنو ديال 19 على 225. السيارة نقية هادي، اللي بغا سيارة سبورو كلاس، كيلومتراج 433,000. بواطا فيتاس، فيها الجلد، فيها التوب، فيها عمارة ماتش، المهم العامرة هادي اللي بغاها راه غادي نخلو لكم أسفل الفيديو صاحب السيارة اللي بغا يتصل بيه. غولف 6 موديل 2017. بيجو بارتنر، شوفو بيجو بارتنر، شوفو مولاها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شحال خويا كطلب فهاد الطوموبيل هادي؟ هادي خويا موديل 2007. ايه خارجين ب 4700. عندك وكالة؟ 4.5 وكالة سيدي. كنلاحظو السيارة باقا نقية، ليزالات معاودين، باب معاود. نوتي ولا ماربليز ديال قدام معاود مزيان. سيدي كل معاوده. هذا هو السوق ديال البروج كيتواجدوا فيه. نمشي نشوفوا هاد التيغوان هادي، هاديك نقية هي كتبان دو ليتر. هادي نشوف التيغوان دو ليتر بلو موشن. شوف السيارة شي سولو مولاها، غيكون دا شي بيع شري. شوف السيارة بنو جماط ألمنيوم، سبعة بثمان بقى الأولى. سولو مولاها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو الموديل أسيدي هادي؟ خويا هاديك موديل 2011. شنو الديوانة فيها؟ ديوانة 2014. شحال كطلبو فيها؟ كنطلبو فيها 17 مليون. بواطا مانيوال اوتوماتيك؟ لا مانيوال. كنلاحظو هاد التيكوان بواطا مانيوال، فيها جوين طاس الومنيوم، بنوات باقيين جداد، هاهي باقا نقية. مولاها راه نخليكم اسفل الفيديو رقم صاحب السيارة ومو التيكوان. كيما كتلاحظو راه باقا نقية، موديل 2011، ديوانة 2014، السيارة باقا بنيطة.
نديرو جولة في السوق نشوفو أنواع السيارات اللي تبغي تقعد في السوق يجي الناس تشرا بيهم. كاين غوف سيس كاين غوف سان كاين المرسيدس كاين التيغوار كاش كاي أنواع السيارات الناس كاع أي سيارة أي شخص كيلقاها في السوق هذا حسب البيجي ديالو ابتداء من 3 مليون 30 مليون. شي نشوفو تيغوان نشوفو كاشكاي هادو كليو كات. متنساوش تخرجو لينا اسفل الفيديو تعليقات ديالكم. الناس اللي بغاو شي سيارة بغات تجي سيارة اخلكم رقم الهاتف ديالي اسفل الفيديو. شوفو تيغوان هادي نشوفو هاد تيغوان النوفو هادي موديل ايطالي باطا فيها مادينيال فيها توب مفجل سيارة عامرة هادي طعمة بارك السيارة باقا نقية. السوق هذا يكون فيه انواع السيارات كاين الهوت كام وكاين العادية هادي تيغوان هادي. نسقسيو مولا بيع وشريك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو موديل سيدي هادي؟ 2017. 2017 وشنو الديوانة عندكم فيها؟ 2020. كنلاحظو السيارة نقية شحال كطلبو فيها؟ 28 مليون. فيها ديوانة رباطية كطلبو فيها 28 مليون. لاحظوها موطور باقا نقية تبارك الله بونيطة هادي ضربة في كيلومتراج ضربة 50 ألف. كما كنلاحظو السيارات نقاية في السوق. ودابا نخليكم أسفل الفيديو صاحب السيارة. سالا شوفو هاد السيارة هادي إيديس إيديس هادي شوفو مولاها كتبان نقية فيها جونوفيرات موديل 2020. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي شنو الموديل هادي؟ 2008 ايسونس. شحال كطلبي فيها اختي؟ 5.5. كنشكر نشوفو معلومات السيارة 2008 ايسونس مستعمرة بزاف كيا ولا راني مانيال. السيارة باقا نقية نخلو لكم اسفل الفيديو صاحبة السيارة ايديس. خوت ديالي راه حنا وصلنا لاخر الفيديو. كنو ان شاء الله وضحنا لكم جميع المعلومات على السيارات وكنو رضيناكم وما كنوش طولنا عليكم. اللي بغى شي سيارة يتصل بصاحب السيارة اسفل الفيديو. اللي بغى يقصد شي سيارة من عندنا حنا اوتو الزائر يتصل بنا كنتواجدو في مدينة المحمدية بخميان مان وكتكون كرونيكلاج مضربش بزاف كتكون الصباغة الأولى جامع اكسيدونتي. اللي بغى يبيع شي سيارة تكون بخميان مان يتصل بنا نشريو معدو. ما تنساوش تدعموا القناة ديالنا ويوصلكم ديما الجديد وتابعونا معنا وبارطاجيو مع خوتكم في واتساب فيسبوك. والسلام عليكم.